محمد سعد عبد المطلب جنيد. والحاضر مع المتهم التمس براءته من الاتهام المسند إليه ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء واقعة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة ولحصولهما بالمخالفة لنص المادة 85 من القانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك بالمخالفة لنص المادة 50 من القانون 182 لسنة 1900 المادة 50 من القانون 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها. وقدم حافظة مستندات مؤيدة للدفع، وتمسك بما جاء بها وعلى وجهها من دفاع مسطور. ثانيا، دفع بانتفاء اتصال المتهم بالمخدر اتصالا ماديا يقينيا، وعدم بسط كامل سلطانه عليه وذلك لمشاركة صاحب الصيدلية والمدير المسؤول له في حيازتها، وعدم ثبوت علمه بوجود المخدر موضوع الضبط، علما يقينيا لا افتراضيا. وقدم حافظة مستندات مؤيدة للدفع، وتمسك بما جاء بها وعلى وجهها من دفاع مسطور. صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي، سادتنا المستشارين الأجلاء، أقدم لدفاعي من فقه أستاذنا الفقيه الفيلسوف رؤوف عبيد حينما قدم في كتابه الإجراءات الجنائية قائلا: إذا كان من مقتضيات العدالة أن يحاسب المسيء بإساءته، فإن من مقومات وجودها ألا يؤخذ البريء بغير جريرته، وألا يكون في سبيل الوصول إلى العدالة التعدي على حريات الناس وتهديد الأبرياء، لأنه وفي كل شرع عادل الناس سواسية كأسنان المشط، قرينة البراءة مفترضة فيهم جميعا إلى أن يثبت العكس. وآية ما قدمنا، ودخولا إلى الواقعة على هدي ما قدمنا لعدالة المحكمة، فإننا وجدنا أنه تم الدلوف إلى الصيدلية موضوع ضبط المخدر على النحو خالف صحيح الإجراءات ولم يمتثل له، وذلك حينما قرر السيد محرر محضر جمع الاستدلالات ضابط المكافحة بأنه نمت إليه أو وردت إليه معلومات
بأن هذه الصيدلية تقوم بالإتجار في المواد المخدرة. فماذا فعل؟ قام باصطحاب أحد مفتشي الصيادلة التابعين لهيئة الدواء. فقام السيد محرر محضر جمع الاستدلالات ظنا منه أن ما يقوم به امتثالا لصحيح القانون باصطحاب السيد مفتش الصيادلة التابع لهيئة الدواء المصرية، وذلك للدلوف إلى الصيدلية لضبط ما قرر به من مخدر قرر بأن الصيدلية تقوم بالإتجار به. على هذا النحو قد وقفنا أمام نصوص القانون وأمام أحكام محكمتنا العليا، وهو القضاء الذي ننهل من أحكامه لكي نرد البضاعة إليكم حينما نحتاج لردها، وذلك حينما قررت الأحكام بأحكام محكمتنا العليا لتطبيق صحيح القانون على الوقائع بأن السيد مفتش الصيادلة إذا كان له دخول أو حق ارتياد الصيدليات فإن ذلك لا يكون إلا لتنفيذ القوانين ومراقبة تنفيذها واللوائح المعمول بها دون أن يتطرق إلى مستودع السر والقيام بالتفتيش والبحث عن الجرائم، لأن ذلك صميم اختصاص سلطات التحقيق لا هو. إذا ما كان الأمر قد وصل إلى هذا الحد فإن قيام السيد مفتش الصيادلة بمأموريته إنما يتلخص في مطالعة دفترين موجودين بالصيدلية، دفتر حركة الدواء والذي يتأكد من ورود الأدوية بكمياتها، ثم يتأكد أيضا من العدد الموجود وعدم مخالفتها للأسعار المعمول بها، كذلك أيضا عدم تخطيها لمدة انتهاء الصلاحية. هذا ما أنيط به السيد مأمور الضبط القضائي المختص بدخول الصيدليات التابع لهيئة الدواء، وكما قررت أحكام النقض له في ذلك، وأيضا مراقبة الدفتر الآخر وهو دفتر السموم، وذلك بالاطلاع عليه حتى يتبين إذا ما كانت كمية المخدرات الموجودة بالصيدلية والمسموح لها بصرفها من عدمه، فإذا كانت الكميات المسموح بها ثابتة وغير متخطية الكمية المنوط بالصيدلية استلامها، قيل ذلك بأن هذه الصيدلية لا غبار على عملها، وأن تقرير مفتشي هيئة الدواء المكون من 4 صفحات يا فندم والمرفق بأوراق الدعوة قد أكد بأنه بمطالعة الدفاتر الخاصة بالصيدلية وبالنسبة لأدوية المخدرة المسموح بها حتى الجدول الثاني دون الأول أن ذلك كله تام لا غبار فيه ولا اختلاط بالخطأ فيه. ولكن تطرق السيد أيضا محرر المحضر وهو المفتش وهو السيد الثاني شاهد الإثبات الثاني التابع لمكافحة المخدرات فن البحث الجنائي، قام هذا بمجرد وجود المعلومات له بالدخول إلى الصيدلية باصطحاب شاهد الإثبات الأول وهو الخاص بمفتش الصيادلة على النحو الذي ذكر، ظنا منه أنه يسبغ المشروعية على الإجراء الذي يتخذه دون أن يعلم أن هذا الإجراء إجراء باطل لا محالة، قد قضى فيه القضاء الأعلى كلمته وقضيتم أنتم فيه بكلمتكم في أحكامكم المسطرة والتي دونت لاستخراج الظلم من النور من وسط الظلام في مثل هذه الوقائع. هذا الذي حدث إنما يعاد إلى ضابط الواقعة وهو ضابط البحث في مكافحة المخدرات يا فندم، كما يقول أنه وردت إليه معلومات لن أتشدد معه كدفاع أمام محرابكم في محرابكم الطاهر وأمام هيئتكم الموقرة وعدالتكم الرشيدة بالقول كان عليك أن تقوم بتصدير محضر تحريات لاستصدار الإذن، لا، بل كان يمكن القيام بإجراء لا يتطلب استصدار الإذن، وقد ترى المحكمة حينما تبسط سلطانها عليه لتتأكد من صحته ماذا؟ أن تقوم بالدلوف إلى الصيدلية وإجراء محاولة بيع وشراء للمخدر الذي وردت إليك المعلومة بأنه موضوع بيع في هذه الصيدلية بالمخالفة للقانون. فإذا قمت بذلك وتمت عملية البيع والشراء
كانت هذه العملية بالتأكيد هي تحت سلطان المحكمة حينما تبسط سلطانها عليها وترى أن الدليل المستخرج منها دليل يقيني يؤكد توافر واقعة التلبس، فإن المحكمة في هذه الحالة تقضي بالإدانة لا محالة، ولا نقدح في إجراء اتخذته على هذا النحو. أو أنك حينما دخلت إلى الصيدلية وجدت محاولة الشراء من أحد مرتادي الصيدلية للمخدر كانت تمت أمام عينيك، أو أن هذا الرجل الصيدلي الواقف يقوم بمهادفة أحد. خلينا طيب في مسألة دفع في البطان، سيبك من الاحتمالات عشان الاحتمالات كتيرة يا فندم. نعم نعم نعم. تضرب الاحتمالات إزاي؟ نعم يا فندم، معلش هو ده كان آخر احتمال. خلي دي في محاضرة أكاديمية الشرطة أو الضباط المتخصصين. ربنا يعز إمامك يا فندم. أنا عايز تبرر دفاعك بس يعني إيه، مش نقدر نقول لا 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 يا فندم، مش هنحصل. الحالة بتاعتنا نطبق على الحالات. تمام يا فندم. دون إفصاح. تمام 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 يا فندم. فإذا ما كان الأمر على هذا النحو فإنه قد أخطأ تطبيق القانون ظنا منه أنه باصطحابه لمفتش الصيادلة معه أنه يطفي المشروعية على الإجراء، وأن هذا الأخير له حق تفتيش الصيدليات بما أنه من مأمور الضبطية القضائية المختصين، وهذا ما أنكرته عليهم الأحكام الاثنين. النقطة الثانية في هذه الواقعة أننا وجدنا أن المتهم قد أقر بما أسفر عنه التفتيش في تحقيقات النيابة العامة. قال يا فندم هم فتشوا فطلعوا ترامادول وطلعوا التامول اكس 225 واورى بالاحراز المعروضة والتي طالعتها المحكمة، الا انه انكر كيسا قد زج الى هذه الاحراز وقال ان هذا الكيس هذا هو ما دسوه علي على النحو الذي اورى بالاوراق، ولكن هناك قدر متيقن باقراره بما اسفر عنه التفتيش من أن هناك مادة مخدرة مؤسمة لا بد أنها هي موضوع المخالفة والتجريم الذي نحن نمسل بصدده حينما قال بأن هناك ترامادول وأقر بأحراز للتامول موجودة في الأحراز. أنا أجد أن مشاطرة القانون لي وللمحكمة يؤكد في هذه الحالة أن إقرار المتهم هو إقرار بما أسفر عنه التفتيش من وجود ذلك، وليس اعترافا منه بالاتهام موضوع أمر الإحالة من أنه يقوم بالإتجار. فارق بين أن أقول أنا كان في ترامادول في الصيدلية ويتصل من المحكمة أن علمه كان متصل بتواجد هذا المخدر، ولذلك لأن الجريمة العمدية تقوم على توافر القصد الجنائي وعلم المتهم بوجود المخدر في الصيدلية. أما أن استخرجه من قام بالضبط والتفتيش من مستودع السر على النحو الذي أوتي بالأوراق وقام هو بتحديد أنه رأى ما أسفر عنه التفتيش على هذا النحو، فإن ذلك يؤكد بأن هذه نفس سوية قد أقرت بما رأت ولم تنكر، والنفس السوية هي التي تعترف بما تقترف وتقر بما تدرك ولا مواربة عندها، ولكنه لم يؤكد بأنه قام بارتكاب الجرم يا فندم، وقال بأنني لم حينما سألته المحكمة حتى في الجلسة وفي تحقيقات النيابة العامة في موضوع الاتهام موضوع أمر الإحالة قال بأنني لم يحدث ما قمت لم أقم وأن الصيدلية دون إفصاح. على وجهة النظر أنا بس عشان نفهم دفاعك من الدول في جوه حضرتك عايز تقول إيه في حتة إقراره بالترامادول إقرار الصيدلية إقرار أيوه يا فندم أنا لكن مش بيبيعه إقرار إنه موجود يعني لحظة ما هو لحظة أنا جاي فيها يا فندم جاي فيها. هذا الإقرار الذي قال بأنه أسفر عنه التفتيش إنما قرر بأن هناك مخدر موجود بالصيدلية. هذه الصيدلية إن كان له كما أسلفت في دفاعي في الدفع له كامل بسط سلطانه عليه وله اتصاله المادي الذي لا يمكن أن يقطعه أحد بحيث يقال بأن هذا المخدر موجود ولا أحد مشاركة لك في الحيازة ولا السيطرة عليه ولا الاتصال المادي به إلا أنت، أما أن يرد كما قدمنا بحافظة المستندات وكما أورى بتحقيقات النيابة العامة فندم بأن مدير الصيدلية وهو دكتور أيضا صيدلي وأنه المدير مالكها ومديرها مشاركا له في هذه الحيازة وأنني قدمت عدة فواتير لاستلام خطابات السمو موقعة وممهورة بخاتم الصيدلية وموقعة باسم هذا الدكتور وهو الصيدلية كما أورينا لعدالة المحكمة في الحافظة رقم 2. قررت الأحكام في هذا الأمر وقدمت في ذلك مسترشدا لهيئة المحكمة بما أتعلمه من أحكام
بأنه قيل بأنه لا يمكن أن يفترض إثبات العلم ولو في مدير الصيدلية بتواجد المخدر في صيدليته طالما أنه كان يشاركه فيها أحد غيره، وتبين لعدالة المحكمة وأدركت من واقع وظروف وملابسات الدعوة ذلك. فإذا ما وصل يقين المحكمة بأن الحيازة تتم بمشاركة آخر في هذه الصيدلية على النحو الذي حاول الدفاع استيضاحه وقدمه لعدالة المحكمة، وكما أورى المتهم أفندم في تحقيقات النيابة العامة، بأن هذا المالك وهذا المدير حينما يكون باسطاً لسلطانه بل له السلطان الأكبر عليها، فإن استخراجه من مستودع السر بمعرفة من قاموا بالتفتيش لا يمكن أن يكون قرينة أبداً تنصرف إلى علم المتهم به، لأن ذلك مفاده أننا نفترض فيه العلم، وهو مسألة واقعية تتبينها المحكمة وتستطيع أن تثبتها أو تنفيها عنه وفقا لظروف وملابسات الدعوة التي أحاطت بها. هذا الذي حدث يؤكد وبجلاء أننا فندم أمام شاب غض دفعة 21، هو تحت التكليف، لم يؤدي خدمة التكليف العامة بعد، وأنه نزل إلى هذه الصيدلية مع صاحبها لكي يتدرب ويتعلم، ولم تسعفه التحقيقات في أن يقول أنه يعمل فيها بدون أجر، وأن ذلك واضح مما نقدمه لعدالة المحكمة من أنه حتى تقدم بطلب للتكليف في مكان قريب، لأن التكليف جاءه في محافظة أسوان، فأراد أن يكون تكليفه في منطقة قريبة ليراعي والده في التربية والمعاش في التربية والتعليم أفندم، والذي له عدة مشاكل صحية منها عملية قلب مفتوح ومنها إصابة في العمود الفقري في الفقرات وفقرات العنق على النحو الذي قيل في الطلب المقدم، وذلك لتقريب جهة التكليف التي يعمل بها حتى يكون بجانب والده. هذا الذي حدث أفندم يؤكد بأن هذا المتهم وإن كان على فطرة تعهدها المحكمة بمن يعرض عليها، ونرى المحكمة تقول في أمرهم بأن إنكار المتهم هو نوع أو ضرب من ضروب الدفاع حينما تتجه المحكمة للإدانة ونتعلم من أحكامها، فإذا ما ذهب المتهم إلى الإقرار بأن التفتيش أسفر عن وجود مواد مخدرة ولكنه لم يؤكد قيامه بواقعة الإتجار، فإنه أعتقد بأن المنطق السليم الذي نتعلمه قضائيا من القضاء الجليل بأنه إذا ما قرر بذلك فإن المحكمة تقول بأنه إذا ما أقر بهذه ونفى عنه الإتجار في ذلك فإننا لا يعقل أن نأخذ بما أقر به وننسبه إليه دون أن يكون هناك دليل يقيني في الأوراق، وهذا ما أكدته المحكمة العليا. ولو كان الأمر بالنسبة له مكانه مدير الصيدلية وليس صيدلي يقف فيها لمدة التدريب على النحو الذي قررنا. صاحب المعالي السيد رئيس، أصحاب المعالي السادة المستشارين الأجلاء، هذا ما قدمت من دفاعي وهذا ما بؤت به إلى المنصة الطاهرة تاركا أمر هذا المتهم بين يديها، وأن الحكم ملهم لكم من قبل الله سبحانه وتعالى، نرتضيه أينما كان، لأننا جئنا هنا لنقوم بعمل ونطرح ما أفاء الله به علينا إلى عدالة المحكمة حتى تتبصر الواقعة عن بصر وبصيرة، فإذا ما ارتأت فيها وجهة قضائها فلتقضي، وإن كان ما أوضحت مشفوعا لي وبحق وبيقين بطلب براءة المتهم بعد أن ألم الدفاع بما أحاط بهذه الواقعة وأحاط محكمتي به. أختم أخيرا أيضا من فقه أستاذنا العظيم الفقيه الفيلسوف رؤوف عبيد أفندم حينما قال إن من أعظم أعمال الضمير هو عمل القاضي، فمن غيره ينتزع الحق انتزاعا من بين براثن الأوهام، ومن غيره يحمي النور من جحافل الظلم والإظلام، ثم اختتم قائلا ألا اللهم قد بلغت اللهم فشل. أشكر لعدالتكم فندم حسن الاستماع وفسحة الصدر، وأصمم على طلب براءة المتهم. شكرا جزيلا يا فندم.